السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم على طول، كل يوم يكون في فيديو جديد. نزلت جيمين بس للاسف ما اخذت الاول، بس كان في عدد كيلات كتير عاليه وفي كتير مواجهات، فحبيت اني اشارككم هذا الفيديو هذا وتشوفوا وتعطوني رايكم فيه بكومنت حلو. واذا كنت اول مره عم تشوفني لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس وتعمل شير و ننضم لعائلتنا الحلوة. وشكرا لكم أصدقائي. وصاي قبل ما أنسى في شيء تاني، يعني بالنسبة لأنت اللي عم تيجي عم تغلط عندي على التعليقات، لشو يعني عم تيجي عم تغلط؟ يعني عم تيجي لهون مع احترامي للكل عم تيجي عم تفرجيني وساختك، يعني شقد أنت وسخ ولا شلون؟ بعتذر عن الكلمة بس لأنه عم يسبوا مسبات، وخاصة في الشباب أكراد يعني عم يسبوا مسبات. ليش؟ لأنه أنا عم بحكي عربي. طيب شو خصك أنت؟ عم بحكي عربي ولا بحكي كردي؟ أنا بحكي عربي الأكراد والعرب اثنيناتهم يفهموا علي. فأول شيء أنت ما خصك بأي لغة بدي أحكي، أنت مجرد محتوى، بدك تتابع تابع، ما بدك تتابع فيك تلغي اشتراكك، يعني ما تتابع. بس ما في داعي انه تيجي وتزفر لسانك وتحكي كلام وتسب وتعمل شغلات فاضية عندي يعني. وتحياتي للكل ولكل اللي عم يدعموني ويكتب لي كومنت حلو، وتحياتي لكم كمان على التعليقات الحلوة اللي عم تعطوني اياها. فما بالنسبة للاشخاص اللي عم يغلطوا فما بعرف شو الحل معهم ولشو عم يعملوا هذا الشيء، ما بعرف لشو عم يغلطوا بعد الحكي والمسبات، فما بعرف. يا تابع واكتب كومنت، يا اعطي رايك اللعبة حلوة ولا لا، اعرف العب ولا لا، بس ما في داعي تسب يعني. يعني هذا الشيء مو حلو لا بالنسبة لك ولا لا بالنسبة اللي عم يشوفوا تعليقك ولا بالنسبة لي، يعني ما تسب. بدك تسب روح على محل تاني سب فيه، ما تجي لعندي على التعليقات وكومنت على الفيديو تسب مسبات. يعني ما راح زفر لساني مثلك يعني واحكي لك كلام طالع نازل. ف وشي تاني يعني انا ما بسكت لحدا، يعني ما بمسح جوخ لحدا واسكت له يعني خلص واحد سبني خلص سكت له، لا بدك تيجي تسبني يعني برد لك الكلام يعني، بس مو انه بطريقة تانية برد لك الكلام، مو شرط يكون مسبات. فاذا بدك تسب رجاء يعني اطلع من القناة الغي اشتراكك وروح لا تتابع. وكل اللي عم بيكتبوا لي تعليق حلو كومنت بحبكم اصدقائي وتحياتي لكم، وتشرف فيكم انه يكون انتم اخواتي وعيلتي الثانيه. ماش بعرف فكوا حالكم، انزلوا كل واحد بديره. عمنا الدي بي اين انت؟ هيك بده 20 ساعه ولا شيء. سكوب ثلاثة عيف. انت ثلاثة برا زيادة. واحد ثاني بده يسرق لي الكيل. شامل على يسارك فيها دير بالك. لا يا انا زير. ابشر. رقم ثلاثة تاتا. رقم ثلاثة نزلت صاحبه ونزلني. طيب مين بيجي عندي؟ يلا جيناك. دير بالك ينزلك هو بقلب الهنجار. شلته جوانا واحد. محمد كيلات مين بيان عندي؟ ولا واحدة. برابكو. هيهيهي
ثلاث بوت عشان كده بضرب على بوت. قلت لي بوت ما اسمه شيخ كمان. شيخ شو جايب لي معك شيخ؟ والله انك كفو يا شيخ، والله انك كفو. هوب 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 شيخ، بس لو جايب لي سكوب اتمان. تعالوا لا عكروت، وين راح هذا؟ انت قل لي شنو اسمه يا ولد، منيح ما سواني شو اسمه. شو مالي شايفك اصلا، مالي شايفك، شايفه شي انت يا شامي؟ انا شايف شايف سيقانه بس. مالي شايفه انا اصلا، ما عم قصه وين هو. كتر خيرك يا البوت. هاي جاك هرب العالم على عرضكم، لا تكمبروا. ما في شايف انا كون شايف كون مطرحك. اه يا وش تسوي؟ شو بدك تسوي؟ بدك تبلش فيه يعني؟ انا راح اقطش من هون لانه ها في ناس. عالم عالم وين صاحبكم؟ كفو 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 كفو. انا اشهد انك جلاد يا اخي، يا اخي والله انك جلاد. خلصنا من هالولطة. لك شعب ولا العمى؟ اللوبي ولا ايه انت يا بابا العام اللوبي. شو عم يحكي؟ عم يقرب قريب قريب هذا، وهذا اللي مو نظيف. هذا مو نظيف؟ قول له انظف من وشك. عم قول له خلص ارجع له، ما بدي بلش فيه. العمى كل ما واحد قتل الواحد هذا اللاعب مو نظيف. خليني اروح على الفلير بلكي ايه الدروب بلكي لاقي لي ايه. سكوب والله ما شيكت اذا كان عندهم سكوبات يا زلمه. برجع لعندكم، برجع خليني اروح اخذ الدروب لمشتولي الدرع. اسمع اسمع عم يحكوا، عم يحكوا، عم يقولوا انه واحد شيء يفجرنا. اسمع 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 ما ما تسبوا بس فهموا انه ما راح سبوا. لا 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 ما راح سبوا. اسمع اسمع، هو طلع طلع من بوشنجا وشالي. انتوا السعوديين يعني ما بيحق لكم تحكوا، فهمت علي شلون؟ ليك 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 اصلا ليك، لو انت محترم، لو لو
اصلا مالك محترم، اصلا مالك محترم، متعود على خواتك يكونوا هيك. لا لا، مالك محترم، لاني متعود على خواتك. قعد اي اي، اسمع 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 اسمع، انت متعلم خلاص يا عبد، سد له نقوزه وخذ. والله لو ما انا عم صور، والله لو ما انا عم صور، والله لو ما انا مصور بس فديك مين ايدك. شو كيف ال شو اسمه هيك؟ شباب هذا يفهمني شو قصة السموكات اللي حوالي؟ روح قول الله وفقه، كانوا في واحد كمبر. لا هذول 3 كيلات فورا. والله هذا سعوديين، لو ما نصور نفرجين تخريمتهم. قل له عمنا السعودي يروح على اللوبي احسن لك. عمو سعودي قاعد تسمعني يا ولد؟ عمو شو والله ما انا مستعد تكون عمي كمان. معقول ما حدا يجينا غير جماعة تاني عدرو؟ فليرات فليرات فليرات، وراك على اليمين على اليمين على اليمين، اه فليرين. تشكر له روبي سانشوك جوزي روبي. شو يعني؟ يعني انت كتير منيح. تسلم 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 كلك زو حبيبي، تسلم كلك زو. ونستقبل الشهيد الرابع من سكواد قهرمان كردش. اها شنو قصتك انت ابو موتور ابو سيارة ما بعرف ابو طاجة ابو لاجة؟ نقرا عالم بالبيوت في لوج اكيد انه كيف وينه؟ خد كفر بالبيوت. عش دعس 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 دعس. لا كيف بربي يعني. ليك ليك بده يشيل رفيقه عم بيكمبر، بده يشيل رفيقه عم بيكمبر. طيب شو بده يطلع من السماك يعني؟ اوه قلت دونك هذا بشفر ليبرين بس انترنت بري بومن. يو سلاح سلاح يا اخي بينج بوم بي سي سدا.
ورشينا فياك الفرا ورا. ما عندي سلاح. واحد عنده جمراني ما عندي سلاح. تاخذ سلاحه تاخذ. لما بواجه التيم عم بصير عندي البينج عالي لما بواجه حدا. ليك ليك من وين عم بيقوس؟ وين وين هو؟ نزلته. يا الله ده يطلع لفوق. يا الله يا بني ادم اطلع. كيل دول تيم كامل لسه فيهم. كيل كيل نزلوا. عندك كيل؟ فنش فورا. مدينتنا الجميلة بوشينكي، هل ترحبين بنا أم بسم الله؟ هب.
كمبر كمبر لا قلك نوت 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 استغفر الله العظيم يلعن ابو البنك اطلع لي ولا اطلع تمام لا تطلع you
الثاني شو عم بيساوي هون مثلا؟ هذا كيف لحق يجي لهون مثلا؟ ده معناته غيره.